بقيتي لوحدك اهو. اعترفي انك مهزومة، اتكسري، قولي اه ولو مرة واحدة. خلاص ما بقيتيش تعرفي، صدقتي زيهم انك من ازاز. بلاش تكبري، هما كسبوا كل حاجة وانتي خسرتي كل حاجة، وأديكي لوحدك ضعيفة مش قادرة تفكري، خايفة ولوحدك، لوحدك خالص يا اسمت. انا هنضف الاوضه دي لوحدي يا عزيزه، روحي انت نظفي 28. طبعا مش عايزه حد غيرك ينظف اوضه حبيب القلب. ما بتنيلي يا بنت، ما تخافيش، الجدع اصيل مش زي الحافيه التانيه. روحي اجري ورا اكل عيشك يا عزيزه. يلا. في ايه يا فاطمه مالك؟ مال دمك تقيل كده ليه على الصبح؟ مخنوقه يا ستي، مخنوقه ايه؟ حرام مره من نفسي. لا يا اختي تخيني، ان شاء الله تفطر صحتها، لكن تتخيني عليا انا ليه ان شاء الله؟ ازاي حضرتك يا نازلين؟ هي دي المفروض اوضة علي مش كده؟ اه حضرة المدير الجديد. طيب نحط له الورد بقى عشان واجب علينا نبارك له على الإدارة. بيحطي له في التواليت نفس نوع الصابون بتاعي. حاضر. عايزة حاجة؟ تسلمي. نازلي، انت كنت بتعملي ايه جوه؟ جوه فين؟ جوه في اوضه سياده المدير. انت مش لسه خارجه من الاوضه دي؟ انا معرفش دي اوضه مين. انا كنت جوه بتكلم مع فاطمه الهاوس كيبر، كنت بقول لها تنزل تجيب ابن امين من مامته علشان يلعب مع امال شويه. نازلي انا في حاجات كتير قوي محتاج ان افهمها. متخيله. طب كويس انك متخيله. يلا اتفضلي تعالي فهميني دلوقتي. ايه جدول مواعيدك مش هيسمح؟ لا هو بس احسان كان بيقولي ان النهارده انتوا هتبداوا مهام تسليم الاداره. لا ما انا لسه عندي صلاحيات ان اتحكم في مواعيد شغلي وعلى حسب اولوياتي انا، وانا ما عنديش دلوقتي حاجه اولى من اني افهم، على الاقل علشان ابقى مخلص وانا بنقل خبرتي للمدير الجديد. اتفضلي. عايز تعرف ايه يا مراد؟ اللي فايتني يا نظر، عشان انا حاسس ان فايتني حاجات كتيره قوي. بالنسبه لي انا وانت انا قلت اللي عندي، حتى ما اخدت وقت افكر وانت مسافر، اتاكدت ان انا عمري ما هرجع في قراري. انا مش هكمل. انت ليه فاكره ان ده قرارك لوحدك؟ قرار زي ده لازم احنا الاثنين نبقى متفقين عليه. هو انت عايز ايه؟ تجبرني اعيش معاك وانا مش عايزه؟ لا انا مش عاوز اسيبك علشان ما اقدرش اعيش من غيرك، عشان انا بحبك يا نظر. انا ما بحبكش يا مراد ولا عمري هحبك. طول الوقت انت كنت بتبذل مجهود عشان ما اعرفش، عشان ما اشوفش الحقيقه، بس انا عارفه من زمان اللي انت عايز تعرفه، ده اللي انت حاسس انه فايتك. هي عرفت منين؟ عرفت ايه عن الجرائم اللي انت عملتها؟ عشان تحافظ على اللي انت شايفه حقك في جراند اوتيل. وبالتالي انا العاشق المهان اللي مش عايز اي حاجه غير ان هو يرضي حبيبته، ما ينفعش يبقى مجرم بيدبر لقتل. انا طلعت اشتغل بقى على كده ومش بفكر في مصلحتي ونفسي وبس، ولا عمري ما حبيتك، ولا عمري ما كنت اتمنى انك تبقي اسعد واحده في الدنيا، ولا عمري ما كان حلمي كله هو انت وبس.
اكيد ما كانش قصدي ان انا اتدبس في مؤامرات وخطط واذيه ناس. انا كنت بعمل كل ده علشانك، ومستعد اعمل المستحيل عشان ما اخسركيش يا نصر. خلاص خسرتني يا مراد، بعد اذنك عشان نفضل محافظين على الاحترام اللي بيننا كاولاد عم، تعالى ننفصل بهدوء. ومين كان السبب انك عرفت كل ده؟ اخو ضحى؟ اخو ضحى؟ اي مراد، هو من غير قصده ومن غير اي اغراض اخرى، الراجل كان جاي يدور على اخته اللي كانت عشيقتك، اللي دفعت عمرها عشان انت وماما تدفنوا سر امين وده سكينة. كانت عشيقتي قبل ما اتجوزك، ومن يوم ما اتجوزتك ما بصتش لولا ست غيرك. انت بقى هانم كنت بتشوفيه فين وازاي وامتى؟ وازاي تسمحي لنفسك ان يبقى في بينكم حوار عن اسرار جوزك وعيلتك وانت نازله هانم وهو واحد من الخدامين؟ انا بسالك، ردي. ما عنديش رد يا علي. زاد عمره ما هيحصل يا نظر، مش هيحصل. أنا مش قادرة أتصور أبداً إنه يجي اليوم اللي أشوف فيه مراد حفظي ماشي عامل كده. يا حبيبتي، من أعمالهم ونياتهم اللي بيحكوا لي بقى ابن إحسان عنهم ما يتكتبش حتى في الروايات. يعني عندك علي ده اللي بقى شريك يعني ابني في إدارة الأوتيل، وحكاية أخته اللي عملوه فيها. علي ده أنا عارفاه من أول يوم جه فيه في الأوتيل، ده أحمد قريبي. بقولك اسمه علي، وأخته بقى اللي كانوا عايزين يتهموا ابني إحسان بأنه هو اللي قتلها. هو عرفني على نفسه أنه أحمد الزهيري، ابن عم عصمت الزهيري، وأنا عارفة ومتأكدة أن عصمت ملهاش عمام أساساً. يعني كلتيها بمزاجك. بالظبط كده. الحقيقة أول مرة شفته فيها قلت عليه ولد جانتي وديسنت وذوق وابن ناس كمان، عشان كده مرضتش أكسفه وأقوله أنت كذاب لما قال لي إنه ابن عم عصمت. وبعد شوية لقيته جاي يقولي أنا ممثل سينما، وبرضه ما صدقتوش طبعا، ومعرفش يمثلها عليا خالص، بس قلت هو بيعاملني على إني عبيطة، خلاص خليه فاكرني عبيطة. عنايات، أقول لك سر يا حبيبتي، بس اوعي تتكلمي فيه مع حد. قولي يا حبيبتي، قولي سرك كبير. أبقى راجل وبشنب وعندي شعر في وداني لو ما كانش الولد ده بيحب النزلي. يعني سبتي؟ معقولة؟ سبتك ليه؟ ده حتى لايقين قوي على بعض، هو لايق عليها أكتر من البورس اللي اسمه مرده ألف مرة. حسابات الضرائب وتفاصيلها ومسؤولية اللي مكتوب فيها بتبقى بشكل أساسي على محاسب الضرائب بتاعنا، وده بيجي هنا مرتين في الشهر، وبنبقى مجهزين لكل الأوراق المطلوبة. موضوع تخصصي جدا، ما أظنش إنك هتقدر تستوعبه. لا هستوعبه، هياخد شوية وقت بس هستوعبه. خلاص يبقى منك ليه؟ هو جاي كمان اسبوع، ده تخصصه هو مش تخصصي انا. احسان بيه، مش هو ده نفس المحاسب اللي كان عمل لك فخ الضرايب؟ لا، فخ الضرايب ده كان على مستوى اخطر واعلى بكتير، ده كان موجود في عقد الاداره، بس بصراحه انا ما بقتش بعتبره فخ، لان هو ده السبب اللي خلاني شريك في جراند اوتيل مش مجرد مدير. مظبوط، وهو السبب برضه في المنصب اللي انت فيه دلوقتي.
هو في جزئيه بره كشوف الحسابات والشغل لازم نتخلص منها الاول، لان انا مش هقبل ان يتفرض عليا اسلوب انا رافضه. احنا هنا عشان الشغل وبس. طريقه تلقيح الكلام بمشاكل شخصيه حصلت قبل كده ده مجال مرفوض بالنسبه لي تماما. واضح؟ حضرتك من حقك تسجل اعتراضك، بس احنا كمان احرار نتكلم بالطريقه اللي احنا شايفينها صح. اذا كان في حاجه في كلامنا مش عاجباك تقدر تعمل نفسك. وانا مش هقبل كل الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي، ومش هستمر في اجتماع شغل بالطريقه دي. ليه؟ هو انت كنت جاي متخيل ايه؟ انا عارف كويس ان انت جاي الاجتماع ده على عينك، وحاربت كل الحروب واستعملت كل الاسلحه عشان ما يتعملش وما يمرش بسلام. وانا بقى بني ادم غبي لو ما كنتش متاكد ان انت بتحاول تحضر لي فخ في كل نفس بتتنفسه. ولو ما اعرفش الكلام ده ما بقاش قد المسؤوليه للناس دي ادوهاني، وانا عايز اقولك ان انا قدها. لا يا علي، تستحق وقدها وقدود كمان. ما تيجي يا امين نشرب شاي في التراس وبعدين نرجع نكمل شغل. تكونوا انتوا كمان خلصتوا الكلام اللي مش موجود في الكشوف والدوسيات. انا شايف كده برضه. وانا كمان شايف كده. تمشي تروحي فين؟ هرجع بلدنا. لازم اقعد باخواتي الصغارين اللي عايشه قد على امي وما بقتش قادره تشيل حملهم لوحدها. طب ما انت بتشتغلي عشان تبعتي لها اللي عين على حملها ده اللي جد. ايوه بس بقول لحضرتك ان اللي عايشه قد عليها اليومين دول. في ايه يا فاطمه؟ حد ضايقك؟ شفتي شغل في حته تانيه؟ ورحمه ابويا لا شفت شغل في حته تانيه ولا تالته. انا اللي عايزه اروح لامي يا ست سكينه. انا اللي عايزه ترمي في حضنها. أنا وافقت على اللي إحسان قاله عشان لو كنت رفضت كنت هتبقى فاكر إن أنا خايف أواجهك، على اعتبار إن أنا الشرير بتاع الرواية. بس الحقيقة أنا شايف إن أي حوار بينا دلوقتي ملوش أي معنى، لأن أنا وأنت اتنين عمرنا ما كان في بينا لغة مشتركة ولا هيبقى فيه، لأن أنا حاجة وأنت حاجة تانية خالص. فاهم حاجة؟ فاهم. وعارف كمان ان احنا الاتنين عمرنا ما هنتفاهم، وعمرنا ما هنبقى عايزين نتفاهم مع بعض. بس مش عشان انت حاجه ولا حاجه، لا. عشان انا عمري ما كرهت حد قدك، وانت ما فيش حد زلك وكسرك قدي. انت مدي لنفسك اكبر من حجمها بكتير قوي. انا محدش يقدر يكسرني. متخيل اني ابقى حاسس ان واحد زيك انت كسرني؟ انت بالنسبه لي من الناس اللي انا ما بشوفهمش. وعرفت قريب انك بقالك فتره بتراقبني، وعملت تكتشف في قلاعيبي وبازل مجهود جبار علشان تعرف انا بعمل ايه. وبرغم كل ده انت عمرك ما كنت في زاوية اهتماماتي. انت بالنسبة لي محدش. الغريبة ان انت كمان كنت بالنسبة لي محدش، ولا كنت عايزك بالنسبة لي تبقى اي حاجة. خلي بالك انا عارف كويس انتوا فين واحنا فين، بس انت باللي عملته خليت بيني وبينك طار عمره ما يموت. انا عملتش حاجة في اختك. أختك هي اللي طماعة ولعبت لعبة وما كانتش قدها ودفعت التمن، والتمن ده كان عمرها. مش أنا اللي قتلتها، ده صاحبك إحسان. آه يعني أنا ظلمتك؟ يعني أنت بريء؟ محدش فينا بريء، محدش فينا ملاك. احنا بني ادمين بنتخلق في الدنيا دي مستويات، وكلنا عندنا طموح واحلام نبقى اغنى واكبر واعلى، بس لازم نبقى عارفين حدود حلمنا كويس قوي عشان لو ما اتحسبش صح بيدمر، زي ما حصل مع اختي. انا كل اللي عملته ده عملته علشان كنت بدافع عن حق، ولسه لحد دلوقتي مصدق انه حق. الجراند اوتيل مش حقي اي حد في الدنيا غير عيله حفظي اللي لسه مش معتبرين امين ابن سكينه ده واحد منهم.
والله انت تعتبر اللي انت عايز تعتبره ده حق وظهر ورجع لاصحابه اللي هيقفوا له واللي انا هقف معاهم بكل قوتي. بصفتك مين؟ بصفتي علي صلاح عبد الجواد مدير الجراند اوتيل اللي انت قاعد فيه فتره كضيف، وانا اللي هحدد امتى الفتره دي هتخلص. اول ما جيت هنا وعرفت اللي انت عملته في اختي ساعتها ما كنتش اعرف ان هي لسه عايشه، دخلت المكتب بتاعك ده وكان معايا سكينه كنت ناوي اغرزها في قلبك، عشان دي كانت الطريقه الوحيده اللي انا شايف بيها ان انا اقدر اخد حقي منك. بس ساعتها حصلت ظروف خلتني ما اقدرش انفذ الخطه اللي في دماغي، حسيت بالقهر والظلم عشان ما عرفتش اخد حقي منك. بس دلوقتي انا بحمد ربنا ان انا ما عملتش كده، عشان الموت كان هيبقى ارحم عليك مني. انا سعيد وانا شايفك حي قدامي بتتعذب وبتكوي بالنار وحاسس بالوجع. واوعى تكابر وتقول انك مش حاسس بحاجه، ان انت لسه من شويه قايل ان كلنا بني ادمين، ولو اللي بيحصل فيك ده كله مش مؤثر فيك تبقى صنم. استمتع بنشوه الانتقام والتشفي زي ما انت عاوز واشمت، بس نازلي لا. كان لازم تشوفي منظره والشر بيطق من عينيه، بس انا من جوايا كنت حاسس بيه، كان مرعوب بيترعش، وكان في كلام كتير لازم اقوله له بس ما قلتوش من كتر ما هو صعب عليا. تخيلي يصعب عليا. تعالي. اوبا. بس هانت كلها ايام طلاق يحصل، ويفهم بقى بجد ان انتي بتاعتي انا وبس، ومش هسمح له مجرد انه يفكر في اسمك، يا اما هقطع خبره. ولا تقطع خبره ولا يقطع خبرنا، انا مش عايزه منه اي حاجه غير ان هو يسيبني في حالي، وانا هفضل اطلب الطلاق لحد ما ينفذ النهارده قبل بكره. واذا ما نفذش بمزاجه هينفذ غصب عنه. ما تنسيش برضه انه يعني اهم مسؤوليات تعيين مدير الجراند اوتيل ان يعني يبقى متجوز بنت ادهم بحفظ. مش مهم المدير ولا غفير، المهم ان قلبها وعقلها يبقى اختاروا يعني. ما انا قلت لك اللي عندي. عايز ايه تاني؟ عايز مراتي يا هاني. عايز مراتي. ما بتسمعنيش وما بتفهمنيش برضه، قلت لك بدل المره 10 مرات. مشاكلك مع نازلي ماليش دعوه بيها. لا ليكي دعوه بيها. ولازم يبقى ليكي دعوه بيها، ولازم تعرفي تتصرفي وترجعها لي. نازلي هتفضل مراتي ومش هطلقها ولو على جثه اي حد يا هاني. ايه الطريقه اللي انت بتكلمني بيها دي؟ انا لسه ما اتكلمتش يا هاني. بنتك عاوزه تتطلع عشان هي واللي اسمه علي ده بيحبوا بعض وبيتقابلوا في السر، ويعلم من امتى. انت سامع نفسك كويس؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول اللي شفته بعيني يا هاني. واضح ان هما الاثنين بيتقابلوا من زمان قوي، وانا بعد ده كله طلعت غبي ومغفل. بس انا فاكر كلامك كويس قوي يا اسمة هاني، وعارف انك ممكن تتحالفي مع الشيطان عشان بس ما تخسريش سلطه الجراند اوتيل. فأنا قلت أوفر على حضرتك مجرد إنك تفكري إنك تتخلي عن أي تحالف بيننا، عشان لو ده حصل يا هاني ما أنا هولع في نفسي وأخدكم كلكم بالحضن. خلاص؟ وما دام الناس عرفت بقى كل اللي إحنا خططناه ورسمناه يبقى يعرفوا كل حاجة، وأنا اللي هقول لنازلي يا هاني، هعترف لها بالسر الأخير وهحكي لها أبوها أدهم بيه حفظ مات إزاي،
حضرتك متأكدة إنك شفت الجواب ده وقريتيه بنفسك؟ يعني ألفته من خيالي يا مراد؟ وأنت فاكرني عايز أعيش في كابوس؟ أنا من يوم ما حضرتك قلتي لي أنا بدور عليه في كل مكان، ممكن يكون عمي شاله فيه. خدت مفتاح الخزنتين من ورايا هنا ما فتشتهم، ودورت في كل أدراج المكتب بس الجواب ملوش أي وجود. أنا كمان دورت ما لقيتش. هو أكيد خبى الجواب في مكان عارف إن أنا مش هبص فيه. هو حضرتك شك إن هو عارف؟ معرفش. مش حضرتك قلتي لي إن هو ما شافكيش لما لقيت الجواب وقريتيه؟ أيوة ما شافنيش، إنما كونه إنه يغير مكان الجواب يبقى ده معناه إن هو بيشك. وبعدين بقاله كام يوم كده مش على بعضه، لكنه عايز يسألني وخايف. مش قادر أصدق إن عمي ممكن يكون عمل كده. ولا أنا كمان. إنما أنا بقول لك قريت الجواب بنفسي. وأنا كنت فاكر إن أكبر مشكلة بيني وبين عمي هو إنه يرجع في كلامه في وعده ليا وما يجوزنيش نظري. ده متجنن. بس احنا ما ينفعش نسمح له هنا. نازلي والجراند اوتيل دول اهم حاجه في حياتي، ده انا عايش علشانهم. اسمع تاني، ما احنا لازم نلاقي الجواب ده ونتخلص منه فورا. اهم من الجواب ان احنا نجبر ادهم يقول ان الموضوع ده هو كان هزيان، قصه من وحي الخيال يعني. طب هو ايه اللي هيجبره على كده؟ احنا اللي نجبره باي شكل بأي وسيلة. أعمل حسابك يا مراد، الموضوع ده في موتك وموتي، ويا روح ما بعدك روح. وعمي لازم يسكت؟ مالك يا أدهم؟ مصاريني بتتقطع يا اسمك. موجوع قوي؟ قوي. الوجع اللي انت حاسه ده ما يجيش ذره جنب الوجع اللي انا حاساه. انا بموت يا اسمك. وانا كمان بموت. بموت كل دقيقه من ساعه ما اكتشفت انك انت خدعتني.